السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده مختلفه تماما، هنتكلم عن موضوع الساعه الكورونا، بس احنا هنتكلم فيها مش ان انت ايه الكورونا وخلاص، لا احنا هنتكلم عامه في ازاي نحافظ على جسمنا وصحتنا بالاكل السليم او التغذيه السليمه. التغذيه السليمه علاقتها ايه بالجهاز المناعي؟ كل الناس بتيجي تاخد مكملات ومن غير ما يظبطوا اكلهم وشربهم الاول، سواء تظبيط اكل بسعرات حراريه وبعدين ياخدوا الفيتامينات والمعادن والمياه المعدنيه من الاكل والشرب، بيجروا دايما للصيدليه. ولازم تكون فاهم ان اي برشام موجود على وجه الارض لازم يكون ليه اثار جانبيه. ليه؟ بالعقل بسيطه خالص، لو الموضوع سهل جدا كانوا اخترعوا برشامه ناكلها اكيد كنا فرخه وهتديك، على الاقل مش هنضيع وقت. فلازم تكون عارف ان اي برشام بتاخده لازم يكون ليه اثار جانبيه، فتحاول تقلل من الادويه الا في الامراض الصعبه اللي الطبيب يكتبها لك، لكن تاخد فيتامينات ومكملات اسمها مكمل، يعني الاكل والشرب الاول. يعني اول حاجه لازم تكون عارفها ان انت تخلص اكلك وشربك الاول وتبدا تخش في المكملات. ونبدا حلقتنا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمه التغذيه الصحيحه هي مفتاح للصحه، وده علماء كتير اتكلموا فيه ومن زمن وفلاسفه اتكلموا، من ضمنهم ابو كرات قال ضع تقديرك في قواريرك وعالج بالغذاء قبل ان تعالج بالدواء. معنى الكلام ده يا جماعه؟ معناه ان انت قبل ما تروح تاخد ادويه لازم تهتم باكلك وشربك الاول، لو كنت وشربت صح جسمك بقى عنده مناعه قويه يقدر يحافظ على نفسه من الميكروبات ومن الفيروسات. اول حاجه معانا النهارده هنتكلم ان شاء الله على طرق المحافظه على الصحه او طرق المحافظه على المناعه، وانا بقسمهم من وجهه نظري لاربع حاجات، الدايره دي هنقسمها لاربع حاجات: التغذيه الصحيحه المتزنه، الرياضه، الابتعاد عن العادات الباطله، الابتعاد عن الفيروسات. اول حاجه معانا النهارده ان شاء الله التغذيه الصحيحه المتزنه. التغذيه الصحيحه المتزنه تنقسم لحاجتين: اغذيه تعزز الجهاز المناعه او تحافظ على تنشيط جهاز المناعه، واغذيه تحافظ على نشاطك، والاثنين ما نقدرش نفرقهم، يعني ما اقدرش اخد فيتامينات واملاح معدنيه واهتم بصحتي كجهاز مناعه من غير ما اكون باكل وبشرب صح. نبدا اول حاجه بالاغذيه تعزز المناعه، عندنا فيتامين او الفيتامينات وبعدين المعادن اللي هي الاملاح المعدنيه، عندنا اوميجا 3، عندنا اياف، عندنا مضادات اكسده. طبعا الوجبه المتزنه يعني وجبه تشمل الثلاث عناصر الاساسيه وهم الكربوهيدرات او النشويات زي ما الناس بتقول، البروتينات، الدهون. اول حاجه معانا النهارده ان شاء الله وهي الفيتامينات، واحنا مش هنتكلم طبعا على كل الفيتامينات عشان ما نطولش الحلقه، بس هنحاول نختصرها لحضراتكم. قبل ما نتكلم في انواع الفيتامينات لازم تكون عارف ان في نوعين من الفيتامينات: فيتامينات قابله للذوبان في الميه، وفيتامينات غير قابله للذوبان في الميه او قابله للذوبان في الدهون. ايه الفايده من الكلام ده؟ الفيتامينات القابله للذوبان في الميه لازم تاخدها كل يوم لان جسمك ما بيقدرش يخزنها، هو بياخد الكميه بتاعته بيخرج الباقي سواء في البول او في البراز. وفي نفس الوقت ان الفيتامينات دي اللي هي قابله للذوبان في الميه عشان يحصل لك فيها سميه وجسمك يتضرر منها محتاج فتره كبيره جدا او محتاج جرعه عاليه جدا. يعني مثلا فيتامين سي هو محتاج 60,000 جرام ملي جرام عشان يتضرر منها او يحصل له سميه. طيب الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون عشان جسمك يمتصها ويستفاد بيها ومحتاج حاجه، محتاج ان انت تكون واخد دهون معاها في الاكل، سواء واخد الدهون دي دهون نباتيه او دهون حيوانيه، وهنتكلم في ده بعدين. وبرضه احنا بنتكلم في الدهون القابله للذوبان في الدهون دي اللي تخاف منها شويه من السميه بتاعتها لان جسمك بيخزنها، ومش محتاجها كل يوم، هو ممكن ياخد فيتامين دي مثلا يقعد معاه ياخد جرعه تقعد معاه لمده اسبوع ومش هيحصل له اي ضرر. نتكلم على فيتامين سي، معظم الحيوانات اللي ربنا خلقها بتنتج فيتامين سي بجسمها ما عدا الانسان، والكلام ده يفيدنا في ايه؟ يفيدنا ان احنا لازم ناخد فيتامين سي كل يوم من مصادر الاكل طبعا، وهقولها لك مصادر متعدده. طب الجرعه اللي جسمي محتاجها ايه؟ للبالغين جسمه محتاج للانسان السوي اللي ما فيهوش اي امراض محتاج 1000 ملي جرام. طيب احنا في اليومين دول وفي اليومين الفيروسات وكلام من ده ممكن نزود الجرعه؟ اه نقدر نزودها. طب نزودها لقد ايه؟ نقدر نزودها للبالغين ل 2000. ده هيجرني احنا ممكن ننتظم على الكلام ده لمده اسبوع مش هيجرها، ولو في زياده جسمك هيخرجها عن طريق الميه او هيخرجها عن طريق الكراز، لان احنا قلنا دي من الفيتامينات ايه؟ القابله للذوبان في الميه. طيب وظائف فيتامين سي، فيتامين سي اهم حاجه احنا محتاجينها النهارده نعرف ان هو مقاوم عامل جهاز المناعه. فيتامين سي بيساعد على تنشيط والمحافظه على الخلايا المبطنه في الجسم. ايه الخلايا المبطنه دي؟ ببساطه جسم الانسان مكون من مجموعه من الاجهزه، كل جهاز مكون من مجموعه من الخلايا. في خلايا مسؤوله عن حمايه الجهاز ده، سواء ده جهاز الرئتين مثلا، في خلايا مبطنه ليه تحميه. الخلايا المبطنه دي اللي بيحافظ عليها فيتامين سي. فيتامين سي بيساعد على امتصاص الكالسيوم والحديد
ففيتامين سي مهم جدا عشان جسمك يمتص الحديد. يعني ممكن يكون عندك انيميا نقص حديد ويكون السبب اللي انت الحديد مش ناقص في جسمك، لا ده ممكن يكون السبب اللي انت ما عندكش فيتامين سي كويس فجسمك ما بيقدرش يمتص الحديد من الوجبه الغذائيه. اثبتت الدراسات بس اللي انت لو تناولت الجرعه الكافيه او المناسبه ليك حسب سنك في اليوم انت تزود جهازك المناعه من 4 لـ5 مرات بس لو تناولت الجرعه بتاعتك من فيتامين سي لحالف امراض زي امراض السرطانات، قاتل للفيروسات، مضاد للاكسده. والاكسده دي هتتقال كتير، ايه يعني ايه اكسده؟ ببساطه خالص جسمنا ما بيحصل عمليات ايض او بيحصل اي نشاط فيه بينتج عنده خلايا، الخلايا دي ما بتكونش مكتمله فبتقدر بتروح تعمل ايه؟ بتروح على خليه ثانيه تحاول تتصل بيها، ده ببساطه خالص. فلما بتعمل كده بتدمر وظيفه الخليه دي وبتبدا تضرها. فيتامين سي ده بقى اقوى مضاد اكسده على وجه الارض ربنا خلقه، بيعمل ايه؟ بيقتل او بيعمل على يقتل الخلايا الضاره من اللي هي قابله للاكسده. اثبتت الدراسات ان هو بيساعد على نضاره البشره وبيساعد على تصنيع الكولاجين. ايه الكولاجين ده؟ الكولاجين دي الماده المسؤوله عن صحه المفاصل وصحه الجلد. المفاصل كنا زمان بيقول لك كل كوارع عشان تخلي بالك من رجلك، كل كوارع عشان ركبتك، كل محشور بتعض، الحاجات دي فعلا مفيده اه، ليه؟ عشان فيها كولاجين، الكولاجين دي الماده المسؤوله عن تكوين السائل السلالي ما بين المفاصل عشان يخلي المفصل يتحرك بسهوله، ففيتامين سي بيساعد على تصنيع الكولاجين في الجسم. يقلل من افراز الكورتيزول، هرمون الكورتيزول هو هرمون مفيد بس لو زاد في الجسم بيخلي الجسم يعمل عمليات يخزن ميه، بيعمل حاجات كتير جدا مضره ومش موضوع عشان ما تقولش على طيب ازاي نحصل على فيتامين سي من المصادر الطبيعيه؟ كل الناس عارفه ان هو عشان تاخد فيتامين سي يقول لك خد برتقال، خد يستفندي، خد ليمون. لا في حاجات تانية وفي مصادر تانية متعدده من الاكل فيها فيتامين سي وبكثره زي الجوافه، الجوافه فيها 200 مللي جرام من فيتامين سي. الكيوي 100 جرام فيه 95 جرام، الفلفل بانواعه، الفلفل يا جماعه ده حاجه عظيمه جدا لازم تهتم بيها، فلفل فيه كالسيوم، فيه حديد، فيه نسبه كبيره جدا من فيتامين سي، الفلفل الاخضر، الفلفل الاسمر، بس اكتر حاجه فيها نسبه حديد نسبه فيتامين سي هي الفلفل الاسمر، فال 100 جرام بس فيه 150 مللي جرام من فيتامين سي، الليمون 100 جرام فيهم 50، البقدونس فيه 60، البروكلي فيه 80، المانجا الثمرة المانجا فيها تقريبا 60 مللي جرام. نخش بعد كده على فيتامين دي، فيتامين دي نبذة سريعة عنه كده لازم نكون عارفين من كتر أهميته لجسم الإنسان، هو الفيتامين الوحيد اللي ربنا خلقه الإنسان يقدر يصنعه، يعني كل الفيتامينات لازم تاخدها من أكل أو شرب ما عدا فيتامين دي. فيتامين دي جسمك بيصنعه، بيصنعه إزاي؟ عن طريق إن هو يتعرض لأشعة الشمس والبنفسجية في تحت الجلد. كوليسترول، الكوليسترول ده الجسم بيحوله عن طريق اشعه الشمس لفيتامين دي، وده اكتر دليل ان هو مفيد جدا لجسم الانسان. ففي علماء قالوا ان فيتامين دي يعتبر من الهرمونات او يعني اطلقوا عليه ان هو هرمون ايه او شبه هرمون لانه مهم جدا لجميع الهرمونات في جسم الانسان. الجرعه اللي جسمك محتاجها سواء من 1 لـ16 سنة العمر من 1 لـ16 سنة محتاج 400 وحده دوليه. اما الجسم اللي عمره من 16 لـ70 سنة محتاج 600 وحده دوليه. طب اليومين دول في خطر وقلق، نقدر نزود الجرعه؟ نقدر نزودها لحد 1000 وحده دوليه. طب ده يضرني او يخلي جسمي يحصل له سميه من فيتامين دي؟ لا، عشان يوصل لك سميه من فيتامين دي انت محتاج تاخد اكتر من اسبوع 60000 وحده، وده طبعا صعب ان انت تاخده من اكل وشرب او من الشمس. ازاي نحصل وظائف فيتامين دي؟ وظائف فيتامين دي اول وظيفه ليه واهم وظيفه ان هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم او ترسيب الكالسيوم على العظام، وده هو المسؤول عن منع هشاشه العظام وبين العظام. ببساطه خالص لو انت بتاخد كالسيوم ومش بتاخد فيتامين دي هيحصل لك ايه العظام او هيحصل لك تشوهات في العظام، ليه؟ لان جسمك مش هيقدر يرسب الكالسيوم ده على بعضه. تاني حاجه بيقلل من خطر الاصابه بالانفلونزا، بس لو انت خدت فيتامين دي الجرعه المناسبه فانت هتقلل نسبه الاصابه بالانفلونزا في جسمك 40%. يعني على تقويه الجهاز المناعي بصفه عامه بيساعد الجسم على تحمل الالم، فلو انت خدت جرعه مناسبه من الفيتامين دي هيخلي جسمك يقدر يستحمل الالم والالام. بيقلل من الاكتئاب، والاكتئاب دوت اكبر حاجه تضر الجهاز المناعي خاصه اليومين دول. للحمايه من المساعد ومن العظام واحنا قلنا ازاي ياخد فيتامين دي او مصادره من الاكل والشرب؟ اول حاجه المصدر الرئيسي ليه تعرضك للشمس. انت بس لو طلعت تعرضت للشمس سواء في البلكونه او في اي حته من الساعه 7 للساعه 8 حتى 20 دقيقه بس كوعك ووشك انت خدت جرعتك اليوميه من فيتامين دي. طيب المصادر من الاكل والشرب ايه؟
البيض اي حاجه يكون فيها دهون لازم يكون فيها نسبه من فيتامين دي، لان احنا قلنا هو ايه؟ فيتامينات قابله للذوبان في الدهون. صفار البيض فيها 40 وحده، السلمون 100 جرام فيه من 300 ل 650 حسب نوعه. ال 100 جرام تونه في 230 جرام، في 230 وحده دهون. الرنجه دي حاجه عظيمه جدا، انت بس لو قلت 100 جرام رنجه انت خدت الجرعه الكافيه من فيتامين دي في اليوم واكثر كمان. وجسمك هيقدر يخزنها، مش هيرميها، هيخزنها وتفضل معاه شويه. نكمل فيتاميناتنا النهارده، معانا فيتامين اي. انا بتكلم بسرعه عشان ما اطولش الفيديو على حضراتكم، فانا بحاول والشاشه انتوا حضراتكم ممكن توقفوا وتعيدوا الكلام كذا مره بس عشان ما اطولش الفيديو. اول حاجه او نكمل فيتامينات معانا النهارده، معانا فيتامين اي. فيتامين اي من الفيتامينات اللي بتزود في الدهون، يعني لازم تاكله او تاخده ويكون في جسمك في الوجبه بتاعتك فيها ايه الدهون. الجرعه النص ليها من 4 سنين ل 8 سنين محتاج 10.4 مللي جرام، من 9 ل 14 سنه محتاج 16.4 مللي جرام. فوق 14 سنه فاكثر لحد 70 و80 سنه محتاج 22.4 مللي جرام. طيب وظائف فيتامين اي، اول حاجه واهم وظيفه ان هو بيحمي كرات الدم الحمراء. طيب لازم نكون عارفين ان الدم بتاعنا بيتكون من ثلاث حاجات. كرات دم حمراء بيتكون من بلازما وكرات دم حمراء وكرات دم بيضاء. كرات الدم البيضاء دي هي جهاز المناعه. اما كرات الدم الحمراء هي المسؤوله عن توصيل الاكسجين والاكل لجميع اعضاء الجسم. فهو بيحمي كرات الدم الحمراء من الاكسده، قلنا الاكسده دي حاجه بتدمر الخليه، فهو بيحمي كرات الدم الحمراء فهتقدر توصل الغذاء والاكسجين بطريقه مناسبه. بيعمل على سلامة الأنسجة والخلايا في الجسم، مقوي ومعزز للجهاز المناعي، وبيعمل على تقليل العدوى في الجسم. عشان كده من بروتوكولات العلاج دلوقتي ان هو بيديهم فيتامين اي. ليه؟ عشان بيقلل انتشار وتكاثر الفيروس في الجسم. بعد كده عندنا مصادر فيتامين اي. فيتامين اي احنا قلنا اول حاجه ان هو من الفيتامينات قابله للذوبان في الدهون، فلازم تلاقيه في اكل فيه دهون. فاول حاجه مصادره من الزيوت، زيت الزيتون 100 جرام فيه 14.4 مللي جرام. ال 100 جرام من زيت القطن فيه 35 جرام، بس من الحته دي احب انوه على حاجه ان كل الزيوت اول ما بتتعرض للنار بيبقى فيها ضرر، بس اقلهم ضرر هو زيت الزيتون، وافضلهم بدون نار او بدون اي حاجه هو زيت الزيتون. المكسرات. المكسرات كل 30 جرام من اللوز او البندق او السوداني، اللوز فيه 6.8 مللي جرام، البندق فيه 4.4 مللي جرام، السوداني فيه 2.2، والسوداني مش من المكسرات هو من البقوليات، بس نقدر ندخله كنوع من انواع المكسرات، يعني في نسب متفاوته من الاملاح المعدنيه او من الفيتامينات، مصادر حلوه يعني. خش بعد كده على مصدر حيواني، البيضتين فيهم من 2 ل 3 مللي جرام من فيتامين اي، ال 75 جرام من الرنجه فيها من 1 ل 2 مللي جرام من فيتامين اي. بعد ما خلصنا الفيتامينات هنخش على فيتامين بي. نبذة سريعة عن فيتامين بي. فيتامين بي من الفيتامينات اللي بتذوب في المية. معنى ان هي بتذوب في المية ان انت ما تخافش اللي انت تاخد منه نسبة كبيرة، وكمان المعنى ده اللي انت محتاج تاخده كل يوم من الاكل والشرب لان جسمك ما يقدرش يخسره. الجرعة بقى من 4 سنين ل 8 سنين محتاج 6.1 مللي جرام، من 9 سنين ل 14 سنة محتاج 1 مللي جرام، من 14 ل 18 سنة محتاج 1.2 مللي جرام، 19 ل 50 او اكتر محتاج 1.3 مللي جرام. حابب برضه اكد على حضرتك لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك. الفيديو ده فعلا خد مني مجهود كبير جدا، ويا ريت تنشره ما بين الناس عشان الناس تستفاد. الفيديو ده الهدف الاساسي بتاعه والله مش اليوتيوب، هدف التوعيه للناس، فيا ريت تساعدنا ان احنا نعمل ايه. وظائف فيتامين اي بقى، اول حاجه بيقلل من الاصابه بمرض القلب، وهنا ده مهم ليه بقى دلوقتي واليومين دول؟ معظم الناس اللي بتموت بفيروس كورونا للاسف بيموت عشان هو عنده امراض مزمنه. الامراض المزمنه دي زي ايه؟ زي امراض القلب، الضغط والسكر، فهو بيحافظ على تقليل الاصابه بمرض القلب. بيعمل على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، يعني انت عشان تاكل وتشرب جسمك يستفاد، بيعمل عمليه تمثيل غذائي للاكل والشرب ده، هو بيساعد في عمليه التمثيل الغذائي. بيساهم في تكوين الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده هو عباره عن ذره اكسجين متحده بكرات دم الحمراء عشان توصل للخلايا وتديها الاكسجين والغذاء المناسب ليها. يعمل على تقليل شعور بالاكتئاب، وتقليل شعور الاكتئاب ده مهم جدا، لان هو الانسان لما بيكتئب جهازه المناعي بيقل للضعف للنص، يعني انت دلوقتي لو بس جالك حاله اكتئاب فانت قللت من جهازك المناعي، فالناس اللي مصابه ربنا يشفيهم لازم ترفع معنوياتك وتحافظ ان انت ما يحصلكش اكتئاب عشان جهازك المناعي يفضل في اكبر صوره ليه. ازاي ياخد فيتامين بي من الاكل؟ بي 6
اخده من حاجات من الحمص، كوبايه واحده من الحمص فيها واحد من 10 جرام ملي جرام من فيتامين بي 6، التونه ب 100 جرام فيها 9 من 10، الكبده 100 جرام فيها 9 من 10، البطيخ 100 جرام فيه 2 من 10، البطاطا 100 جرام فيها 7 من 10، الموزه الحبايه المتوسطه فيها 4 من 10، صدور الفراخ 100 جرام فيه 52% من فيتامين بي 6.